ما يذكرك بأي شيء 29 مايو؟ 29 مايو 2011 أو 29 مايو، بس 29 مايو. لا والله ايش تحديدا. طيب اليوم التاريخ مو 29؟ اليوم 29 مايو. 29 مايو كان أول يوم لعبد الرحمن بن مساعد رئيسا لنادي الهلال في عام 2008. والله كان الاجتماع كان في 28 مايو. بدأت مهامك الرئاسية في إدارة نادي الهلال في 29 مايو 2008. اليوم عبد الرحمن بن مساعد يدخل اليوم الأول في السنة الرابعة في إدارة نادي الهلال. السؤال المهم، حققت المعادلة الصعبة اللي المقربين منك ذكروا لي أنه أنت كنت تريد أن يكون لديك فريق ينافس على كل البطولات ويحقق معظم البطولات، لأنه مستحيل تحققها كلها، صحيح، وتحتفظ بعلاقة جيدة وقوية ومثالية مع الجميع. بنسبة كم حققت هالمعادلة؟ بنسبة 55%، لأنه الوسط الرياضي صعب، ونادي زي الهلال رئاسته ليست بالشيء السهل. جمهور الهلال جمهور إرضاءه أيضا إرضاء تام ليس بالشيء السهل، والمحافظة على علاقة جيدة مع الجميع أيضا ليست بالشيء السهل. النقص وين كان؟ كان في العلاقة مع الأندية. أنت قلت 55%، 45 الباقية كان نقصها من علاقتك في الأندية الأخرى، ولا إرضاء جمهور الهلال اللي دائما ذكرته ضعيفة؟ والله يعني إن شئت في كل شيء، يعني لأنه يعني أنا كمان من الصعب أيضا أنه الإنسان يقيم عمله، يعني يترك للآخرين التقييم، ولكن أنا يعني بالتأكيد أنه ما كل ما أردته تحقق، وما كل ما ارتأيت. يعني أحيانا الواحد يبذل جهد، أو أنا أبذل جهد أحيانا في أن يظهر شيء بطريقة تحقق نتيجة مثلى وأفشل، يعني ما فبالتالي ما أستطيع أني أقول أنه النسبة أكثر من 55 في وجهة نظري. طب العلاقة الجيدة مع الأندية الأخرى اللي، أو العلاقة الغير جيدة مع الأندية الأخرى، أنت كنت السبب فيها ولا الأطراف الأخرى كان السبب فيها، ولا مشترك يكون؟ ربما مشتركة، بس أنا يعني أؤكد يعني أني لم أسعى في يوم من الأيام إلى يعني إلى بدء أحد ب ب بشعور غير جيد أو بعدائية، أو يعني أحيانا تضعك المواقف دائما يعني في الدنيا في الحياة الخيارات ليست بين شيء جيد ومثالي وشيء سيء وغير مثالي، أو أحيانا تجد خيارات أمامك في مواقف ينبغي أن تتخذها وقرارات تكون بين شيء، بين قرار سيء وقرار أقل سوءا، فتختار الأقل سوءا فيزعل ناس. بالتأكيد أني أنا يعني أخطأت في حق وناس، ولكن أؤكد أنه من غير ما أقصد، يعني عمري والله العظيم في الوسط الرياضي ما تعمدت أني أخطي في حق أحد، ولكن ربما أخطأت من غير ما أقصد، ربما هذا أغضب ناس مني. أحيانا أخطأ في ناس تستحق أنك تخطأ معها يعني، فأيضا هذا يغضب، وأحيانا تنحد على أقصاك مثل ما قال، وأنك أنت يعني تجد نفسك مقحم في قضية ما كان المفروض يعني تقحم فيها، فتجد نفسك مطالب بالرد، وأحيانا تتطلب المواقف الدفاع عن النادي بشكل أو بآخر فيغضب آخرين، فبالتالي من الصعب إرضاء جميع الأطراف. عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي، لأي درجة ضر عبد الرحمن بن مساعد الشاعر؟ عبد الرحمن بن مساعد الشاعر كان محبوب من الجميع، أكيد رئاسة النادي قللت شوي. إن شاء الله لما واحد يترك الوسط الرياضي نحاول أن احنا نصلح ما أفسدت في الرياضة. طيب أمير يرأس النادي، واحنا نعرف ان في اصوات اعلاميه ذكرت انه على الامراء ان يتركوا فرصه للمواطن لرئاسه النادي. سالت هذا السؤال من تركي بن خالد، وكان له اجابه انه يعني انا ماني شايف انه في شيء يفرق الامير عن المواطن. عوقب الامير الموسم هذا، عوقب رئيس نادي الهلال وعوقب رئيس نادي النصر بسبب او من لجنه الانضباط، في فرق؟ يعني لما يكون في عندنا 153 نادي يكون عدد الرؤساء ثلاث رؤساء من آل سعود، فأعتقد أنه يعني إعطاء الفرصة لآخرين لا ينطبق على هذه النسبة. يعني في عندك 153 نادي في المملكة، في ثلاثة فقط من آل سعود في وأنا أعتقد الأندية الجماهيرية، بس أنا أعتقد أنه هذه نظرة للأسف، يعني في رأيي أنها نظرة فيها نوع من يعني أتكلم صراحة عنصرية، يعني آل سعود عائلة مثل باقي العوائل، والأمراء مثلهم مثل باقي الناس، هم شريحة من المجتمع، وفي نهاية الأمر آل سعود أسرة كبيرة والأمراء كثير، ولكن في نهاية الأمر إحنا لحنا مسؤولين ولحنا أصحاب نفوذ ولحنا أصحاب قرار، يعني
الأمر ما ينبغي أن يؤخذ بهذه الصورة. ليش طرح بهذه الصورة طيب؟ ما أدري يعني إيش المصلحة؟ أنت يعني من تقييمك أنت أكيد سمعت مثل هالآراء، إيش المصلحة من طرح مثل هالموضوع؟ أنا أعتقد أنه يعني ما أستطيع أن أنا في فترة حساسة ترى طرح الموضوع أنت بالتأكيد عارف. بالتأكيد يعني أنا أعتقد أنه يعني أيا كان الشخص ما أقدر أدخل في النوايا من طرح هذا الموضوع، ربما طرح من نية صافية، ربما طرح لمواقف شخصية، ربما طرح من وجهة نظر ترى أنه هذا هو الأصلح، ولكن أنا أعتقد أنها نظرة فيها نوع من يعني نوع من الإقصاء غير مبرر. لأن أنا أرجع أقول أنه يعني آل سعود عائلة كبيرة، ويعني في نهاية الأمر أصحاب القرار في آل سعود هم فئة محدودة، يعني اللي ممكن تقول أنه والله يعني عندهم نفوذ في 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 أعمالهم، وهذا النفوذ مستحق والحمد لله رب العالمين أنهم يعني كفاءات عالية كلهم الحمد لله رب العالمين، ويعني الرجل المناسب في المكان المناسب. أما عدا عن ذلك الأمراء مثلهم مثل أي عائلة أخرى، يعني هل تقول أنه مثلا ممنوع الأطباء يدخلون في 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 إحنا أسرة زي أي أسرة، اللي يخطي فيها المفروض يعاقب، تطبق عليه اللوائح في أي مجال كان، سواء في الرياضة في التجارة في وعقبت أنتم الموسم يعني صدر في حقك عقوبة أنت رئيس يعني نادي النصر بالضبط، يعني فأعتقد أنه هذه مسألة فيها نوع من الإقصاء الغير مبرر اللي أنا ما أفهمه. الأمير عبد الرحمن مساعد يعني أكثر الحديث في يعني في الفترة الأخيرة دائما يؤخذ عليك الصرف المالي، خلينا نقول ببذخ، هذا عيب أم ميزة؟ أنت كيف تشوفه؟ هو أنا بس بقول على حاجة، هو الصرف يعني ببذخ تكلم عنه في نادي زي الهلال، إذا تبغى تحقق إنجازات ينبغي أن تصرف أكثر من يعني من معدل صرف الأندية الأخرى، لأن جمهور الهلال مثل ما قلت لك ما يرضى إلا بالمنافسة، أصبحت قوية ورياضة وكرة القدم أصلا، الآن تشوف الشركات الراعية كم تدفع كرة القدم أصلا أصبحت مصاريفها باهظة. ولكن دائما ما كنا نواجه بانتقادات في الصرف في صرف مبالغ كبيرة تحديدا في موضوع اللاعبين الأجانب، عدا عن ذلك لم يكن هناك مبالغة، يعني كان الكلام كله عن اللاعب الأجانب، وهذا الأمر أنا أرى أنه في قصور في التفكير ولا يعكس نظرة واقعية، لأنه أثبتت التجربة أنه اللاعب الأجنبي اللي تجيبه بقيمة عالية ويكون مستواه متميز وثابت ويستمر معك فترة طويلة، إحنا النادي الوحيد تقريبا اللي أجانبه تقريبا أغلبهم بالنسبة العظمى منهم استمرت لأكثر يعني لثالث السنة على التوالي، يعني وأثبتت التجربة مثلا موضوع تياغو نيفز أكبر دليل، جبناه بستة مليون يورو وهو مبلغ كبير، ولكن هذا الحين بنبيعه بثمانية مليون يورو، فهذا يعني اللعيبة هذول فلوسهم فيهم، بعدين أنت لما تجيب لاعبين وتثبت عليهم أحسن من أنك تجيب كل موسم أربع لعيبة، فلو ثلاث مواسم جبت 12 لاعب ستجد القيمة أيضا مقاربة لما أنفقته. الشيء الثالث وهو الأهم أنك أنت لما تجيب لعيبة سعرهم فيهم ومستواهم عالي، يعني إذا استطعت أن تفعل ذلك اللي يحصل وشه أنك أنت إذا حققت إنجازات هذا أيضا ينعكس في دورة اقتصادية كاملة. كيف ينعكس؟ ينعكس على قيمتك المالية. إحنا الآن لو بنجدد مثلا مع موبايلي أو مع أي شريك آخر، الإنجازات اللي أنت حققتها، المستوى اللافت اللي قدموها اللاعبين يفرض سعر جديد ويفرض قيمة جديدة، فهي أصلا يعني هي فلوس صحيح مدفوعة ولكنها بشكل أو بآخر مستردة. طيب يعني ليش يعني يأخذ هذا الموضوع على أنه عيب؟ ليش يأخذ على أنه عيب؟ يعني إحنا نسمع في أندية ثانية مطالبات انه ما تدفعون مبالغ عاليه، ولما جيت انت ودفعت هالمبالغ العاليه يؤخذ هذا الموضوع على انه عيب، في وقت انه من المفترض او من البديهي جدا انه يكون من الميزه او من الميزات اللي عمله الاداره. انا اقول اي شيء يعني يثمر عن نتائج ويكون قيمته فيه، يعني انا ارجع اضرب مثل بنيفز، وحتى لو اي لاعب من الحين لو رادوي اول همسون مثلا، يعني ما حيروحوا مثلا، يعني انت لما حتبيع لاعب من هاللاعبين مثلا حتجد أنك أنت في السنين هذه استرديت يا أما قيمته أو أكثر منها كما حصل مع تياغو نيفز. يعني تياغو نيفز كأنه لعب معنا الحين موسم ونص ببلاش وكسبنا فوقه مليونين يورو، فأنت تتكلم عن أي يعني كأنك شاري قطعة أرض وارتفع سعرها، هو استثمار بشكل أو بآخر. نفس الشيء بالنسبة للهمسون، والهمسون أنا أعتقد أنه في الثلاث سنين اللي لعبها إلى الآن قدم مستويات لافتة، العام كان أحسن لاعب في الدوري السعودي، ولا أحد يشكك أنه والهمسون يعني لاعب ما هو مفيد للفريق الهلالي ومساهم في نتائج، ونفس الشيء بالنسبة للرادوي. فأنا أتكلم عن اللعيبة اللي اشترينا عقودهم، لعيب مثلا لا يمكن نجدد معاه سنة بسنة يعني وأحمد علي إعارة، فيعني أنا أعتقد أنه
طالما أنه اللاعب قيمته فيه هالكلام ما ينبغي أن يكون مطروح. عدم وجود الميزانيات يعني أو استعراض الميزانية في نهاية كل موسم هو اللي يدفع مثل هالآراء أنه تذهب في هذا الاتجاه؟ وهو فيما يتعلق بالميزانيات احنا اساسا يعني عندنا شو اسمه في شركه اسمها هوروف هي المحاسب القانوني حقنا وهي حقت الاتحاد الاسيوي حتى كمان. فبالتالي احنا من اول سنه جينا اصلا قبل ما يطلب هيئه دوري المحترفين والاتحاد الاسيوي انه يكون الشركات انه الانديه لها ميزانيات يعني مو معلنه ميزانيات يعني تصدر ميزانيات واضحه وتزودها اصلا هيئه دوري المحترفين والاتحاد الاسيوي عندما يطلبها. وفي عندهم شركه اسمها كي بي ام جي يعني ايضا تدقق فيها الميزانيات. فاحنا اصلا كل سنه نعملها يعني كل سنه في ميزانيه يعني معموله بس مش معلنة وسائل الإعلام. ما هو مطلوب انها تعلن. اول شيء ليس الهلال النادي الوحيد الذي لا يعلنها. والشيء الثاني ما الهدف من اعلانها؟ يعني احنا مستعدين ان احنا نعلنها ولكن انت ما انت شركه ربحيه ما عندك مساهمين علشان والله اعلن في الجريده عن يعني ما يفيد الناس بشيء انها تعرف الارقام. الجهات ذات الاختصاص اللي هي الاتحاد السعودي لكره القدم وهي الدوري المحترفين والاتحاد الاسيوي اللي وفق شروطه انه يكون عندك ميزانيه مدققه واضحة المعالم بكل يعني ميزانية دقيقة هذول كلهم يطلعون على هذه الميزانيات. من يطلب من اعضاء الشرف الداعمين ولكن لست مجبرا كرئيس نادي شأن الأندية السعودية الأخرى أن أنا أنزلها في إعلان لأنه ما يعني ما في فائدة ما في مساهم مثلا والله لازم يعرف قيمة ماني مجبر. عرفت كيف؟ متى ما أصبحت الأندية قطاع خاص وأصبح في مجال المساهمة فيه هذيك الساعة الميزانيات تعلن. أما عدا عن ذلك يعني لا شأن لأحد. إدارة توصف بأنها إدارة مثالية وأنت رجل تؤمن بالتخصص تعطي كل واحد الصلاحيات الكاملة لكن أيضا الإدارة ما تجتمع ما في يعني نسمع اجتماع مجلس إدارة دوري يعني هذه نقطة ضعف على الإدارة الهلالية أنه ما عندها الاجتماع المعلن والموجود المستمر. على فكرة أنا ما كنت مجهز السؤال زي هذا بس أنا أؤكد لك أنه إحنا كل سنة عندنا تقريبا 4 اجتماعات في الموسم عملنا منها 3 الموسم هذا. أول اجتماع يكون لتحديد الصلاحيات دائما والتأكيد عليها يعني أنك أنت تعطي يعني مثلا تحدد الصلاحيات لجميع أعضاء مجلس الإدارة. الاجتماع الثاني يكون لمناقشة الأداء. الاجتماع الثالث غالبا يكون لما يطرأ من أمور. احنا إلى الآن السنة هذه على سبيل المثال عملنا 3 اجتماعات مجلس إدارة وفي عندنا اجتماع رابع آخر الموسم. في نهاية الأمر أنا دائما موجود في النادي وأعضاء مجلس الإدارة موجودين في النادي وأنا معطي موزع الصلاحيات من أول اجتماع. فبالتالي هذا ربما يعني ما هو الهدف ان احنا فقط نجتمع لكي يقال وقد اجتمع مجلس الاداره وناقش المواضيع المدرجه على جدول الاعمال. يعني ممكن ان احنا نسوي كذا كل 4 اسابيع يعني بس ما حنعمل افلام. احنا يعني ما حنجتمع الا لما يكون في شيء يدعو للاجتماع. واحنا غالبا لا تقل اجتماعاتنا في الموسم عن 4 اجتماعات. اجتماع في اول الموسم واجتماع لتقييم الاداء في المنتصف ولو حصل في اجتماع طارئ لأي شيء مستجد واجتماع لآخر الموسم. وهذا دائما لو ممكن أنا أمد برنامجك بكرة أن حبيت بتواريخ الاجتماعات هذه وبالبيانات اللي طلعت فيها. طيب جمهور الهلال أنت تعرف يعني مو شيء جديد نقول اليوم أنه يحب عبد الرحمن بن مساعد وأنت تشعر بهذا الحب أكيد يوميا في الشارع في النادي في كل مكان. الحمد لله.